خلوا الجزار يحلق لكم الريشه بحيث تبقى كده. اللي بيطلع بقى من الريشه الحلاقه اللي هي في الجنب دي بتبقى كلها دهون لطيفه جدا طبعا. بتقطعوها صغير نونه نونه وتدخلوها الفرن علشان تسلي الدهون دي، تسلي اوكي، تسيح كده وتسلي وتبقى لطيفه قوي. وبعدين هناخد بقى الدهون دي واعمل بيها او اسوي فيها الخضار. الخضار بتاعي عباره عن ايه؟ اولا هتبل اللحمه دي بزعتر وثوم وشويه زيت زيتون، ملح، فلفل، لطيف جدا، خفيف جميل. وبعدين معايا بصل مكعبات، معايا بطاطس قورمه، ولو مش قورمه قوي زي دي كده ما قورماش قوي ممكن اعملها على اتنين اوكي، وتتلطف كويس قوي 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 وايه وما تتقشرش. وتاخد لها ايه نص سلقايه كده اوكي. ومعايا طماطم شاري ومعايا بتنجان، وخلي البتنجان بتاعنا يتعمل برضو ايه مكعبات كده عشان تبقى الدنيا ماشيه مع بعضها. هعمل كده واخد القصه الجميله دي واطلعها اللي هي كانت ايه ناتج حلاقه، ناتج الحلاقه بتاعت ال اوكي. هنعمل كده بدايه، هاخد يا عمده الكلام ده بدهنه كده، هحطه هنا عشان الدهون دي انا عايزها اوكي. هو ده عايزين الدهون دي. جميل جمال. بصل اهو، بطاطس اهي، كواتم شيري في الاخر، وندي شويه فلفل. ها ما عايز اعمل كده، استنى. اوبا ليش اوكي. سخن شويتك، ادي ريشك، اعمل كده. طبعا ايه الجنب اللي حطيت له زيت هو اللي هنزله على الشوايه، وبعدين بقى ايه احط زيت كده في الاخر على الجنب الاخر يعني. وهبتدي اخد منهم ايه نونه نونه كده زي النونه، واحط ايه كده على كل واحده حتوته حتوته. معلقتين زيت زيتون، ونحط عليهم كده اهو هنا، واحط شويه الطماط الحلوه دي اللي كانت معانا من الاول فاكرينها اوكي. جوت. والطماطم الشيري انا عايز اشيل ده اللي فوق مع بعض كده لفتين ثلاثه اوكي. اول ما الطماطم تبتدي تفتح او تقشر او قشرها يبتدي يطلع، هقوم حاطط شويه ملح الاول كده، اوكي بدا يعني كلام. طيب هم حاطط شويه زعتر، شوية روزماري، نونة، وبعدين أطفي بالخل البلسمي
مش هناخد اللحمة. يعني على قد الجرناتشور بتاعنا، ما نزودش قوي. كده كفاية. Thank you.